الجيش العربي السوري يكبد التنظيمات الإرهابية خسائر فادحة في درعا والقنيطرة ودير الزور. أقسى أنواع الإجرام، أبشع أنواع الإجرام اللي شافته البشرية حتى الآن. الشارع السوري يستنكر الجريمة التي ارتكبها الإرهابيون بحق طفل في مخيم حندرات. بدء حالة الطوارئ في تركيا وانتقادات واسعة في أطياف المعارضة التركية للخطوة. أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من استوديو الحدث. بخطوات ثابتة يتقدم الجيش العربي السوري مكبدا الإرهابيين خسائر فادحة على مختلف محاور الاشتباك. تتقدم القوات المسلحة في عملياتها التي تتصدى من خلالها للتنظيمات الإرهابية وخروقاتها لاتفاق وقف الأعمال القتالية، فيما يتلقى الإرهابيون ضربات متلاحقة توقع في صفوفهم خسائر كبيرة بمختلف محاور الاشتباك في مشهد يؤكد الصمود السوري المستمر منذ سنوات. تحت الشمس الحارقة ورغم وعورة التضاريس، يستمر رجال الجيش والقوات المسلحة بتنفيذ مهماتهم القتالية، فيكون التقدم والاستهداف المركز قوتهم اليومية. سلاح الجو الحاضر والمرافق للعمليات العسكرية وبإسناد منه لوحدات الجيش والقوات المسلحة دمر مقري قيادة في البغالية والرشيدية وعدد من الآليات لتنظيم داعش الإرهابي في الحويقة والحميدية بالدير الزور. ريف حما الشرقي شهد أيضا عمليات مكثفة نفذتها وحدات من الجيش والقوات المسلحة صباح اليوم على أوكار ومحاور تحرك إرهابي داعش في قرى قليب الثور وأبو حبيلات وتبارة الديبة والحمرة ومحيط قرية المفكر وشرق قرية أبو حناية بالريف الشرقية. عمليات أسفرت عن تدمير آليات وعربات تابعة للتنظيم الإرهابي وقتل عدد من إرهابيه، في حين كانت الضربات حاضرة ومدمرة لمقرات وآليات تنظيم داعش الإرهابي شمال سد وادي أبيض وشمال شرق السخنة وحقل الهيل شرق قصر الحير الشرقي بريف حمص. أصوات الاشتباكات والاستهدافات المركزة في الشمال والشرق انعكست ضربات مركزة في الجنوب، استهدفت من خلالها وحدات الجيش والقوات المسلحة مرابض هاون وعربات ودراجات نارية تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي ومحاور تحركهم. ضربات أسفرت عن إيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين غرب حارة البجابجة وقرب الجمرك القديم في منطقة درعا البلد، لتكون ضربات اليوم استكمالا لاستهداف سابق خلف عددا من القتلى والمصابين في صفوف الإرهابيين بمخيم النازحين وقرب الجمرك القديم. وللاطلاع على آخر تطورات مدينة حلب ينضم إلينا مراسل الإخبارية وليد هناي. وليد، ما المستجدات لديك؟ نعم عبدو، تحية لك ولكل مشاهدي الإخبارية السورية. صراحة عمليات مكثفة من قبل أبطال وأشاوس الجيش العربي السوري تقتحم من خلالها عدة كتل من المعامل في منطقة الليرامون. كتل جديدة هي سيطرت عليها وحدات الجيش العربي السوري صباح اليوم بمؤازرة سلاح الجو والمدفعية، تلك الأسلحة التي قامت في التغطية النارية واستهداف معانقل الإرهابيين بالتحديد في مناطق بني زيد وأيضا في الخطوط
الخطوط الخلفية لها على خلفية تقدم وحدات الجيش العربي السوري والسيطرة على عدد من المعامل، لا سيما بأن هنالك نقاط قليلة تفصل أبطال الجيش العربي السوري عن دوار الرامون، ما أن يتابع الجيش العربي السوري عبد هو يسيطر على ظهرة عبد ربي، يكون الجيش قد أعطى الحماية القصوى لمشاة الجيش العربي السوري بالتوغل والتقدم إلى دوار الرامون، وأيضا هذه ظهرة عبد ربه الذي تؤمن السيطرة النارية على نقاط المسلحين في كل من منطقة كفر حمراء وصولا إلى ياقد العدس، وأيضا وصولا إلى مصانع الرامون ومنطقة جمعية الزهراء في النقاط الغربية الشمالية من حلب. على العموم العمليات هي مكثفة، وحدات الجيش العربي السوري تتابع تقدمها وتكبت الإرهابيين أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، هنالك كان صباح اليوم أكثر من 5 قتلى في صفوف المسلحين في منطقة المعامل عبر السيطرة على تلك النقاط. أما إذا ما انتقلنا إلى واقع المدينة وعلى خلفية العمليات والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على محور الريف الشمالي والغرب الشمال من حلب المدينة، هنا نتحدث عن استماتة من قبل المسلحين وأيضا عن عدة هجمات نفذتها في حلب المدينة لفتح عدة ثغرات لها. يوم أمس هي تحدثت المجموعات الإرهابية عن قطع طريق الراموسة، كل تلك الأخبار هي عارية عن الصحة، واليوم كان للمسلحين عدة هجمات على محور سوق الهال القديم المدينة القديمة وصولا إلى محيط فرع المرور، لا سيما بأن أبطال الجيش العربي السوري هي تواجدت وتصدت لكل تلك الهجمات وكبدت الإرهابيين أعداد كبيرة من القتلى وجرحى. أما أتى مع تلك الاشتباكات ومع ذلك الهجوم الذي شنه المجموعات الإرهابية المسلحة وتترأسها جبهة النصر عبده، كان هنالك تصعيد إرهابي كبير واستهداف المناطق الآمنة بكم هائل من قذائف الحقد تتراوح بين مدفع جهنم وأيضا قذائف صاروخية ومدفع هاون، هي طالت محيط صعد الله الجابري وأيضا محيط القصر البلدي وصولا إلى منطقة الجميلية والعزيزية والتلال والسريان وأيضا منطقة شارع النيل وشارع تشرين الحصيلة. حتى اللحظات أكثر من 4 شهداء وأيضا هنالك أكثر من 20 جريحا، هذه الحصيلة لا سيما هي حصيلة أولية على خلفية الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها المجموعات الإرهابية المسلحة على المناطق الآمنة في حلب المدينة. لن أطيل عليك عبدو، سوف أعود إليك إلى الاستديوهات الإخبارية السورية إن شاء الله مستقبلا في رسائل قادمة حتى تتحدث حول الواقع الميداني. نعم عبدو. وليد هناي مراسل الإخبارية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا اسمحوا لي لمناقشة هذا الملف أن أرحب بضيوفي في استوديو الحدث، الدكتور عبد القادر عزوز أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق. أسعد الله أوقاتك دكتور. أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المشاهدين الكرام. وأيضا مشاهدينا اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف من بيروت الأستاذ سمير حسن الخبير في الشؤون العسكرية. أهلا وسهلا بك أستاذ الكريم. يا أهلا بك. أبدأ معك دكتور عبد القادر، عمليات الجيش العربي السوري على أكثر من محور تطال مساحة الجغرافيا السورية بأكملها، في حلب، في ريف اللاذقية الشمالي، في دير الزور، وأيضا في درعا هناك عمليات، وفي حماة أيضا وريف حماة كان هناك عمليات. كيف تنظر إلى الواقع الميداني من وجهة تحليلك السياسي؟ نعم طبعا، تحية لك أستاذ عبدو، تحية لجميع المشاهدين القناة الإخبارية السورية، والتحية لجميع العاملين فيها، التحية لجيشنا البطل الذي قال فيه السيد الرئيس يوجد أبطال في الجيش العربي السوري يقاتلون في أحلك الظروف، يسهرون لينام السوريون ويستشهدون لتحيا سوريا. كل الرفعة والمجد والعلياء لأرواح شهدائنا الأبرار، التحية لعوائلهم المقاومة والشفاء العاجل للجرحى. طبعا أستاذ عبدو، من خلال قراءة خارطة الميدان وخريطة المعركة بشكل أساسي، نجد بأن الجيش العربي السوري استطاع خلال السنوات الماضية واليوم يتكلل إنجازه بشكل كبير من خلال قدرته على تحويل أماكن تواجد الإرهابيين إلى جزر معزولة. أصبحت خارطة الميدان أكثر ضيقاً على هؤلاء بشكل أساسي، خريطة الاشتباك والحرب على الإرهاب أصبحت أكثر وضوحاً وبروزاً في ساحة المعركة. هم أرادوها ساحة معركة بأن تشتعل سوريا، كل مدينة وكل قرية وكل زقاق في سوريا. استطاع الجيش العربي السوري حقيقة أن يحصر بشكل عام نطاق المعركة، كما اليوم نجد اليوم الجيش البطل يقوم في معركة مدينة حلب من خلال عزل هذه التنظيمات الإرهابية بجزر معزولة، قطع كل خطوط الإمداد بين بعضها البعض،
تدمير مراكز القيادة والسيطرة وتدمير غرف عملياتهم بشكل أساسي، لم يعد هناك إمكانية أن نقول بأن هناك قابلة منطقة قابلة للحياة لأي من هذه التنظيمات الإرهابية كما أرادوها، سواء من خلال خطة موك الاستراتيجية أو منطقة عازلة آمنة في شمال مدينة حلب أو في شمال ريف اللاذقية الشمالي. كل هذا نجد بأن المشهد اليوم كما أرادوا أيضا في جرود القلمون، يعني استطاع الجيش حقيقة عزل كل، يعني جعل وعمد بشكل أساسي كل الحدود حقيقة بدماء الشهداء، بدماء الجيش العربي السوري، وبالتالي لم يعد هناك سيولة حدودية من قبل مراكز سيطرة الجيش العربي السوري. السيولة الحدودية موجودة لدى دول متآمرة على الدولة السورية، تركيا، بعض من يريد أن يأخذ الأردن إلى خارج، يعني إلى أماكن أخرى خارج متطلعات الأمن الوطني الأردني، بعض هذه المحاولات. لكن اليوم نجد بأن الجيش العربي السوري يسير في معركة بمسارات متوازية لا تشغله على الإطلاق معركة عن معركة أخرى في إطار عملية الحصر والعزل المستمر. هذا الأمر نجد بأنه في مدينة حلب كما توقعنا بأنه عندما سيطر على طريق الكاستيلو فهو اليوم يتقدم باتجاه المعامل في منطقة الليرمون، وعندما نتحدث عن منطقة معامل الليرمون أي نتحدث عن فصائل إرهابية مدعومة. أردوغان بالنسبة لهم أب روحي على مستوى الدعم الإرهابي واللوجستي والفني، نتحدث عن أحرار الشام، الجبهة الشامية، حركة نور الدين زنكي، الأصالة والتنمية وغيرها. إذن هذا من ناحية. من ناحية أخرى نجد بأن الجيش أيضا بدأ يتوغل في داخل المدينة، يعني في إطار الأحياء الشرقية، مع عزل هذه الأحياء عن خطوط وشرايين الإمداد الأساسي من قبل ريف حلب الشمالي والشمال الغربي. بالإضافة أيضا حتى الآن هو يعزز من السيطرة الدفاعية في إطار تحصينات دفاعية لمحاولة جيش الفتح إلهاء الجيش في جنوب حلب، أي في منطقة بلدة العيس وخان طومان، وصولا كان يريد أن يصل إلى منطقة الحاضر. التحصينات الدفاعية، تثبيت مواقع الجيش، اسفنجة الجيش بشكل أساسي في امتصاص الهجوم وتوجيه ضربات أساسية لرأس الحرب القتالي لهذه التنظيمات الإرهابية، وبعدك الانتقال إلى الهجوم. كل هذا حقيقة نجد بأنه الجيش بشكل متوازي في إطار بيانات يمتلكها هو أدار المعركة كتحريك الأثقال على طاولة واحدة، ساحة معركة واحدة، بحيث أن لا تختل أو لا يختل طرف على حساب طرف آخر، كما هي المعركة بالتوازي في ريف اللاذقية الشمالي، وإجهاض أي محاولة لاستعادة سيطرة على تلال استراتيجية ومناطق استراتيجية، كما هي محاولات البعض إعادة إحياء خطة موك الاستراتيجية أيضا في درعا. كل هذا المشهد نجده بالتوازي مع إجهاض أي محاولة لداعش أو للتنظيمات الإرهابية للتوغل في صحراء تدمر في البادية أيضا، وصولا إلى استعادة هذه المدن التي حررها الجيش. مباشرة إلى الأستاذ سمير حسن. أستاذي الكريم، أنت الخبير العسكري والاستراتيجي، عمليات الجيش العربي السوري في أكثر من محور، في ريف حماة هناك تقدم كبير، وأيضا في شمال شرق تدمر في منطقة ريف حمص هناك أيضا دك لمواقع التنظيمات الإرهابية، أتحدث عن شمال منطقة قد سد وادي أبيض وفي حقل الهيل للغاز شرق قصر الحير الشرقي، وعندما نتحدث عن ريف حماة الشرقي عمليات مكثفة ودك لأوكار هذه التنظيمات الإرهابية، تنظيم داعش في قرى قليب الثور وأبو حبيلات وتبارة الديبي والحمرة ومحيط قرية المفكر. سلاح الجو العربي السوري كان حاضرا، أكثر من 100 إرهابي تم القضاء عليهم ودمر أكثر من 13 عربة مصفحة مزودة برشاشات أيضا في ريف حماة، في أيضا أم المعارك في حلب، تقطيع أوصال هذه التنظيمات الإرهابية وفي ريف اللاذقية. من ناحية أن يكون هناك أكثر من جبهة يقوم بفتحها الجيش العربي السوري، من ناحية التكتيك كيف تنظر؟ هل اليوم الجيش أصبح قادر أن يكون هناك أكثر من جبهة تشتعل ويحقق انتصارات بها من المنطقة الجنوبية إلى المنطقة الشمالية؟ يعني صراحة بعد أن نجح الجيش السوري بكسر التوازن وأصبحت له الغلبة في الميدان، من الطبيعي أن يبدأ بمرحلة جديدة من الموجات الصغيرة، وهي ما تعرف ب يعني عمليات استنزاف المجموعات المسلحة وإنهاك وأضعافها بالكامل وأفقاد القدرة على القتال المركزي. في السابق كانت تلك المجموعات تنتقل من منطقة إلى أخرى،
إنما الآن لم يعد لديها القدرة من التواصل بعد أن فقدت القيادة والسيطرة، وهذا يندرج يعني في ما كان يجري من عمليات واسعة في الريف الشمالي اللاذقية أم في الريفي الجنوبي والشمالي في حلب. بات الآن الجيش السوري قادر على القتال من الثبات بدل من الحركة والقيام بعمليات صغيرة كالتي يعني تجري في الليرامون عبر موجات صغيرة وعمليات قدم. هذا يتيح للجيش السوري اقتصاد الخسائر والتقدم بسرعة أكبر. لم يعد الجيش السوري يقاتل بطريقة كلاسيكية نظامية أي عبر القصف المدفعي، باتت لديه مجموعات صغيرة تعرف بالكوماندوس أو مع بعض المجموعات من الحلفاء كوحدات حزب الله والمتطوعين من بقية دول المحور. لذلك لديه الآن هامش كبير من المناورة في القتال في بردة، في شرق حمص، في أرياف حما، استمرار يعني العمليات في الغوطة، ما كان يجري باتجاه النشابية بعد السيطرة على ميدعة، أيضا ما يجري من محاولات استنزاف المجموعات في ريف اللاذقية أقصد محور كانسبة، وأيضا ما يجري من تقدم على محور الكاستيلو الليرامون. هذا أعطى الجيش السوري أفضلية بأن يكون لديه مسرع عمليات شامل. أيضا ما جرى بالأمس على جبهة حوران أقصد درعا البلد، كل ذلك أدى إلى تراجع المجموعات المسلحة وفقدان القدرة على التحشيد والتعبئة. لذلك باتت الآن تحاول يائسة كمحاولة يوم أمس بالهجوم على سوق الهال أو محاولة يعني التقدم باتجاه الراموسة مع ضغط كبير من يعني الإعلام المتواطئ مع تلك المجموعات. لذلك باتت الآن الأفضلية في مسرح العمليات للجيش السوري والحلفاء، بالرغم من أن يعني ربما يحتاج إلى بعض الوقت لتهيئة. سأعود إليك أستاذ الكريم أستاذ سمير لأتحدث عن معركة حلب وأدخل في تفاصيلها، ونتوقف عند نقاط مهمة أريد توضيحها من حضرتك. دكتور عبد القادر، اليوم عندما نتحدث عن صمود الجيش العربي السوري لا يمكن إلا وأن نتحدث عن صمود شعبنا أيضا. اليوم الخروقات لم تتوقف، هذا المسلسل الأردوغاني التركي السعودي لم يتوقف. صحيح. القذائف تتساقط على رؤوس المدنيين في الأحياء السكنية، إن كان في ريف دمشق اليوم على ضاحية الأسد السكنية، وفي حلب أيضا. هذا الصمود الكبير كيف يمكن أن نوظفه في السياسة؟ أستاذ عبدو، يعني أولا لا شك بأنه لمن لا يعلم، يعني لجميع الأخوة المشاهدين الذين لا يعلمون خصائص الشعب السوري، خصائص أبناء وأهلنا وأقربائنا وعيلنا وخصائص المجتمع السوري بشكل عام بكل هذا التنوع الجميل الرائع الذي هو الذي أعطاه لونه وأعطاه رونقه وجماله، والذي يجب أن نعمل جميعنا للدفاع عنه. عندما قال السيد الرئيس نحن واجبنا الأساسي أن ندافع عن العلمانية، ما نقصد في العلمانية أيها السادة ليس موضوع كما تقدمه نظرية الاستشراق الغربي في إطار استهداف للدين على الإطلاق. العلمانية تعني حرية وممارسة كل فرد لدينه والسماح بتعدد الأديان. إذن الطقوس والشعائر مصونة، والأحوال أيضا فيما يتعلق بالأحوال الخاصة مصونة، هكذا لدينا في الدولة السورية، وبالتالي هذا من حقنا أن ندافع عنه. خصائص الشعب السوري بأن الشعب السوري أولا لديه تجربة وعراقة كبيرة في التجربة الديمقراطية، إذن هو شعب تمرس في التجربة الديمقراطية منذ العام 1919 أثناء المؤتمر السوري العام. كنا يعني قد خرجنا حديثا من الاحتلال العثماني، جرى تنظيم للمؤتمر السوري العام، جرى تشكيل حكومة أنذاك علي رضا الركابي، جرى إعداد مشروع دستور نيابي ملكي. إذا لدينا تجربة وعراقة. قضايا الوحدة الوطنية، أنذاك نعلم جميعا كيف أن الاستعمار وكيف أن أمريكا وريثة الاستعمار بدأت تلعب من جديد على وتر الطائفية وغيرها، كيف أنه عندما جرى تقسيم سوريا أن كل أبناء سوريا رفضوا هذا الأمر، ووجدنا تضافر
أبناء الشيخ سلطان باشا الأطرش مع شيخ المجاهدين صالح العلي مع إبراهيم هنانو مع حسن الخراط وقامت الثورة السورية. إذن سوريا أنذاك جذور الشعب السوري يرفض الوصاية، يرفض الانتداب، يرفض تقسيم سوريا على الإطلاق. لن يعني لا أحد يتوقع سوريا إلا كما هي هذه اللوحة الجميلة على الإطلاق. هذه خصائص دور ومشاركة المجتمع السوري، دور المرأة دور قديم منذ العام 1949. إذا نحن لدينا مشاركة مدنية واسعة من مكون من أهم المكونات الأساسية وهو دور المرأة السورية في بناء وفي الحضارة. إذا هذه من ميزات وخصائصنا. الجيش العربي السوري هو جيش تربى في مدرسة قومية وجدت تأصيلها الأساسي في الدولة السورية في الوعي السوري. يعني كانت سوريا وما تزال عندما نتحدث عن قلب العروبة النابض، عندما نتحدث عن الشعب الأكثر تسيسا من غيره، يعني الشعب السوري شعب مسيس بشكل أساسي، أي لديه قيم ولديه مبادئ يعمل على الدفاع عنها. هذه أيضا خصائصه. الجيش العربي السوري منذ العام 1920 عندما رفض يوسف العظم أن يدخل هذا الجيش وأن يقوم بعملية احتلال الجيش الفرنسي، واجهه بثلة قليلة، جرى محاولة إجهاض هذا الجيش. وبالتالي عندما جرى تأسيسه في العام 1945 وجدنا بأنه تنامى وأصبح ضرورة وطنية وقومية، ولم يعد جيشا احترافيا مع ثورة الثامن من آذار، مع الزخم الذي أعطاه القائد المؤسس حافظ الأسد. تربى هذا الجيش في مدرسة وطنية قومية، يدرك بأن أبعاد الأمن القومي العربي لا تقف عند حدود سوريا الجغرافية على الإطلاق. نعم. وبالتالي هذا الموقف البطولي الذي قدمه الجيش لكل معارك التحرير للأمة العربية كانت نابعة من فلسفته، من عقيدته، من مذهبه العسكري. وبالتالي هو ليس مذهب كان يقوم على أساس احترافي أو أنه لخدمة طبقة معينة على الإطلاق. فبالتالي وجدنا أنه كلما جرى استهداف الدولة السورية من الداخل أو من الخارج انبرى هذا الجيش للدفاع عنها بشكل يعبر عن واجبه الشرعي والأخلاقي والدستوري. وبالتالي قيم شرف وطن إخلاص نابعة من قيم السوريين لم يستخلصها الجيش من ذاته. نحن ليس لدينا طبقة كما بعض الأنظمة أو الجيوش التقليدية القديمة أن الجيش هو حكر على طبقة معينة. هذا الجيش، أبناء هذا الجيش من كل فئات المجتمع، وبالتالي قيم الوطن والشرف والإخلاص هي قيم سورية متأصلة لدى الشعب. هذا الشعب شكل ظهيرا أساسيا لهذا الجيش، وبالتالي من هنا قوة وصمود هذا الجيش. لم يكن لهذا الجيش أن يصمد لو لم يقف الشعب جميعا خلفه يدا واحدة. نعم. أعود إليك أستاذ سمير، عندما أتحدث عن معركة حلب، في البداية كان التقدم لرجال الجيش العربي السوري باتجاه مزارع الملاح، تم السيطرة على مزارع الملاح بشكل كامل. اليوم تم قطع طريق الكاستيلو، التقدم باتجاه معامل الليرمون. هنا فصل، عندما نفصل نحن اليوم بين الليرمون وبين المناطق المحيطة به، فأنت تفصل تماما وتسيطر على محور الكاستيلو، فأنت تقطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية، كون محور الكاستيلو هو محور أساسي كانت تستخدمه هذه التنظيمات الإرهابية. سير هذه العملية العسكرية والتكتيك المتبع، وهي من أصعب المعارك اليوم، كون هناك تدفق كبير لهذه التنظيمات الإرهابية بمختلف أسمائها التي تنضوي تحتها باتجاه مقاتلة واختراق تحصينات الجيش العربي السوري في هذه المدينة. يعني قبل ما أتحدث عن معركة حلب وما يجري على محوري الليرمون والكاستيلو، دعني أضيف ما قاله ضيفك الكريم. تفضل. وحقيقة يعني المعادلة الذهبية الآن هي الشعب والمقاومة، أي اللجان الشعبية والجيش العربي السوري. هذا التماهي هو أدى إلى صمود سوريا بوجه تلك العاصفة العاتية التي شارك بها أكثر من 100 دولة. وما جرى في تركيا ويجري الآن هو من تداعيات فشل تلك الدول التي حاولت إسقاط سوريا. الآن تلك الدول بدأت تحصد فشلها وخيباتها بفضل الصمود القائم الآن في سوريا بين الشعب والجيش واللجان الشعبية. بدون شك ما يجري في مسرع عمليات حلب هو عبارة عن محاولات الآن تندرج في سياق موجات صغيرة لتأسيس مسرح عمليات قبل البدء بهجوم واسع. ما جرى في
أو على جرحتي الرابوسة الكاستيلو هو يعني يندرج في سياق عملية واحدة. الآن سيتم إغلاق أو ما يعرف باستكمال الطوق على الأحياء الشرقية والتي كانت تتغذى من خلال طرق وممرات تمر عبر الكاستيلو إلى الحدود التركية السورية. الآن كخطوة أولى مطلوب إغلاق يعني هذا الطريق لإفقاد تلك المجموعات المسلحة من مكان يصل إليها من تعزيزات وتوافد مجموعات. أيضا أنا أعتقد الوجهة القادمة ستكون من الطامورة باتجاه الشيخ عقيل باتجاه عندان لاستكمال عزل كل الريف الشمالي عن مدينة حلب. وأعتقد الخطوة القادمة ستكون هو إتاحة المجال أمام تلك المجموعات للإقدام على المصالحات والتسويات لمجرد قطع الصلة بين المجموعات الوافدة إلى سوريا عبر الحدود التركية إلى أرياف حلب الشمالية عن الأحياء الداخلية في حلب. ستختار تلك المجموعات في الداخل الأحياء الحلبية المصالحات ما كان يحول دون يعني مبادرته باتجاه حل مشكلته أو يعني الإقدام على التسويات هو الضغط من تلك المجموعات الإرهابية. حلب الآن أمام تحول حقيقي. حلب الآن ستكون يعني حركة المصالحات والتسويات أسرع مما كان في حمص، خاصة بعد يعني دخول تركيا في أزمة كبيرة وهي لم تعد يعني قادرة على تأمين ممرات أو منافذ حدودية لتلك المجموعات. تركيا الآن يعني ستنشغل بإعادة ترتيب وضعها الداخلي، لذلك أمام هذه المجموعات خيارين: الاستسلام أو أعتقد يعني الموت. نحن الآن أمام مرحلة جديدة وربما تحتاج إلى بعض الوقت، ولكن ما يقوم به الجيش السوري والحلفاء من عمليات الآن استنزافية لتلك المجموعات ستؤدي إلى نتائج سريعة ومجدية. نعم، لن أبتعد، سأبقى في مدينة حلب. السوريون عبروا عن استنكارهم للجريمة الإرهابية التي ارتكبتها حركة نور الدين الزنكي المدعومة تركيا وغربيا. الإخبارية السورية رصدت تساؤلات السوريين في عدد من المحافظات عن دور المنظمات الدولية وصمتها المريب عن استمرار دعمها للإرهاب. والمنظمات الإنسانية وين حقوق الإنسان؟ امبارح هذا الطفل والله امبارح طول الليل ما حسنت أنام منه. ذبحوه، حرام، عمره 12 سنة، مو حرام؟ ما يخافوا من الله؟ الأمم المتحدة جزء من منظمة عالمية ليست لمصلحة الشعوب. ليش هن عندهم إنسانية لحتى يعلقوا ولا هن سائلين عن الإنسانية؟ اللي هو ذبح الشعب السوري صار له 5 سنوات بيذبحوا فينا هن والعثمانيين المجرمين والمستعربين المجرمين، هؤلاء هدول عندهم إنسانية؟ طبعا هذا عمل إرهابي جبان بيدل على عدم الإنسانية اللي بيتمتعوا فيها المجموعات الإرهابية اللي ارتكبوا هذا الفعل الإجرامي. طبعا احنا بنسأل هون وين منظمة حقوق الإنسان عن هذا الشيء اللي عم يصير؟ هاي المجموعات الإرهابية كلها مجموعات متكاملة، سواء بالأسلوب سواء بالشكل سواء بالفعل. ونحن بنناشد المنظمات العالمية سافة كافة كلياتها أنه يقوموا بعمل إجراءات قانونية متخذة فعلية لمكافحة هذه الإرهاب. هذه مجموعات إرهابية مفروض أنه تتحاسب من قبل دول العالم، مش من قبل بس فقط الجيش السوري. هذه جريمة نكراء، والجريمة تمت من قبل معارضة دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية. عصابات نور الدين الزنكي وغيرها من هذه العصابات المسلحة التي وقفت في وجه الجيش العربي السوري هي عصابات مجرمة، ونناشد الغرب كافة أن يقف في وجه هذه العصابات لأنها سترتد عليهم يوما ما. حقوق الطفل كذبة كبرى تمارسها الدول الاستعمارية، وما جرى أمس في مخيم حندرات جريمة بكل المقاييس. هاي عم يسموها معارضة معتدلة، هاي معارضة معتدلة، هاي
يعني فعلا ولا فيه لا اعتدال ولا فيه العدالة ولا فيه الإنسانية ولا فيه لا حقوق إنسان ولا فيه شو المجزر يعني هي. الدول الأجنبية والأوروبية لازم تشوف هذا الشيء وتوقف بقاتي ضخ السلاح لألو إن هي وتركيا وقطر والسعودية. أنا بدي ناشد الأمم المتحدة اللي عم تدعي حق الطفولة وحماية الطفولة، بدي ناشد بتقل له وين الطفولة عم تحكي عنها لهدول الكلاب المسلحين اللي دبحوا طفل، ما له ذنب هذا، مو طفل هذا. هي جريمة بحق الإنسانية، هاي هي المعارضة المعتدلة اللي عم تدعمها أمريكا وعم يدعمها الغرب اللي تسمى معارضة معتدلة، وهي اللي عم تمارس جرائم القتل. عند الغرب أي جريمة صغيرة يقيم الدنيا وقاعدة، وعندنا يوميا عم يذبح أطفال ويوميا عم يذبح هذه وتعتيم إعلامي ما في. احنا نسأل اليوم انه وين حقوق الإنسان، وين حقوق الطفل اللي ينذبح، اللي هاي اللي ما حدا يطالب به. مو حرام قتلوا هالأطفال؟ قتلوا فلسطين، أولاد فلسطين، وقتلوا نبل والزهراء، وهو عبجرموا هو إرهاب هدول. على العالم أن يرى هذه الجريمة البشعة التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة بذبح طفل يبلغ من العمر 12 سنة. على الجيش العربي السوري أن يقوم بضرب هذا الإرهاب بيد من حديد. هدول اللي الغرب ودول الخليج اللي دعمتهم وعم يسموهم معارضة معتدلة، هدول نحن بنتمنى على الجيش العربي السوري يدوسهم بأقدامهم. مشاهدينا، أرحب مرة ثانية بضيوفي الكرام الدكتور عبد القادر عزوز، وأيضا في استوديو الحدث ومعي عبر الهاتف من بيروت الأستاذ سمير حسن. أبدأ معك دكتور عبد القادر، هذه الجريمة البشعة، طبعا الشعب السوري تعود على مثل هذه الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية، وقبل أن يكون هناك تسميات كان ما يسمى بالجيش الحر، يعني الأطفال اللاذقية الذين حرقوا بالأفران في عدر العمالية. صحيح. المجازة التي حصلت في منذ 10 أيام تقريبا في حلب، في الفرقان، وفي الزارة، وفي غيرها. صحيح. طبعا يعني أستاذ عبد، الرحمة على شهداء سوريا، الرحمة على شهداء الإرهاب أيا يكن وفي أي مكان وفي أي زمان. على الإطلاق هذه جريمة مدانة بكل العبارات الإدانة، جريمة موصوفة بشكل أساسي كجريمة إرهاب وكجريمة قتل وحشية مورسة فيها عملية حجم التعذيب وحجم الإنهاك وحجم التلزز فيه. وبالتالي إذن هي جريمة يعني من النوع اللي حقيقة تثير كل يعني حالة استهجان المجتمع السوري، ولكن نتمنى أيضا على الجميع، نتمنى على المجتمع الدولي أن نحترم القيم الإنسانية بمعزل دائما عن ماهية الضحية وماهية الفاعل. يعني السوريين تعودوا بشكل دائم أن يحترموا قيم الإنسانية، هذا سجل سوريا على المستوى السياسي وعلى المستوى المدني، دائما ما كانت قيم الإنسانية انتهاكها كان محل استهجان الدولة السورية شعبا، حكومة، قيادة، وبالتالي استهداف الأطفال والنساء والمدنيين، الإرهاب، استهداف التراث الثقافي والمادي والحضاري لأي بلد لأي شعب كان أيضا محل استنكار الدولة السورية وبالتالي تعاونها مع كل ضحايا هؤلاء. فبالتالي نتمنى أن لا يكون هناك سياسات تمييزية عنصرية. أبناء سوريا استهدفوا بالآلاف، أطفال سوريا تم انتهاك طفولتهم، نساء سوريا تم انتهاك أيضا حقوقهم المدنية في سوريا من قبل تنظيمات إرهابية. وعندما كنا نقول تنظيمات إرهابية كان يعتقد البعض بأن هذا الأمر وراءه عملية تسييس، كنا دائما نقول بأنه يمكن أن يتطلعوا بشكل دائم على كل هذه الحركات التي توصفها الدولة السورية لتجدوا بأنها تتبنى فكرا وممارسة إرهابية متطرفة، لكن التسميات متعددة، الولاءات متعددة، الدمج والاستحواذ بإشراف أمريكي وإشراف إقليمي مستمر، وبالتالي من هنا يأتي تعويم بعض الفصائل وتصنيف فصائل أخرى وغيرها. حركة نور الدين الزنكي مارست الكثير من الإرهاب بحق أهالي مدينة حلب، كما مارس جيش الفتح وجبهة النصرة الكثير من الفعل الإرهابي بحق أهلنا في ريف اللاذقية الشمالي، في حق بلدات قرى ريف اللاذقية الشمالي. جيش الإسلام وما يدعوه مارس كل
كل القتل والتدمير بحق أهلنا في عدرا العمالية في هذه المدينة الآمنة التي لا تضم إلا عمال مدنيين، حجم الإنهاك الذي موت في شوارع دوما وحرستا تجاه أهلنا ونسائنا وعوائلنا، يعني كل هذا كنا نقول بأنه هذا فعل إرهابي، هذه ليست صور مفبركة، هم من يتفنن وهم من يعني يزهو بأفعاله بجرائمه النكراء، وبالتالي هذا غيهم، وبالتالي الله يمدهم أكثر في ظلمهم وفي عدوانهم، فبالتالي هم من يظهر حجم هذا الظلم وحجم هذا العدوان. نعم أستاذي الكريم أستاذ سمير، طبعا هذه الجريمة البشعة يندى لها الجبين، وأرهابيو حركة نور الدين الزنكي المدعومة من قبل أردوغان ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تسميهم بمعارضة معتدلة، اليوم واشنطن تفكر بأنها إذا ثبت بالدليل القاطع هي تريد إثبات وأن تتحقق من هذا الفيديو أن توقف الدعم عن هذا التنظيم الإرهابي. يعني بكل الحالات نحن يعني يجب أن لا ننتظر موقف أمريكي، ما جرى لم أجد له أبلغ من يعني الوصف القرآني، وإذا الموءوذة سئلت بأي ذنب قتلت، تلك جريمة تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ما قامت به نور الدين الزنكي يعبر عن وحشية غير مسبوقة، هذا السلوك مورس طيلة السنوات الماضية، ولكن تكمن أهمية وتوقيت هذه الجريمة المروعة الآن عن سقوط ورقة التوب عن ادعاء أمريكا بأن هناك مجموعات معتدلة، ما جرى كشف زيف تلك الدول المتآمرة على سوريا عبر سنوات. أنا صعقني مشهد استهزاء المسلحين بذبح ذلك الطفل البريء، صحقني الطريقة الذين يعني التي يتصرفون بها. بكل الحالات لقد تلك المجموعات مارست طيلة الأزمة السورية أبشع أنواع القتل والذبح، وكانت هناك دول تشكل لهم رافعة وحماية، لقد سقطت ورقة التوت عن كل تلك المجموعات والدول. هذه الجريمة جرت أمام مرأة من المجتمع الدولي، وهو تعبير واضح عن إفلاس تلك المجموعات في الميدان، والتي تحاول الآن الانتقام من المدنيين. نعم أيضا كما تفضلت أستاذي الكريم، ليس فقط هذه الجريمة الأولى، يعني التاريخ يسجل دائما نساء بقرت بطونهم في ريف اللاذقية، وأطفال اللاذقية حرقوا في أفران عذرة العمالية تحت ما يسمى من هذه التنظيمات المسمات بين قوسين بمعارضة معتدلة. في العيد أيضا كان هناك مجزرة كبيرة في حلب في حي الفرقان، ولا ننسى الزارة وبعض هذه المدن التي كان هناك، ستبقى شاهد على همجية هذه التنظيمات الإرهابية. أشكرك ضيفي الكريم من بيروت الأستاذ سمير حسن الخبير في الشؤون العسكرية، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. مشاهدينا ينضم إلي عبر خدمة سكايب من موسكو الدكتور سمير أيوب عضو المجلس الثقافي الروسي العربي، أهلا وسهلا بك دكتور سمير. أهلا بكم وبضيوفكم الكرام. دكتور سأبدأ معك، تعليقك على هذه الجريمة والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري وخاصة الأطفال والنساء، والصمت الدولي الذي يتعامى ويغض النظر عما يجري في سوريا. بالطبع لا يمكن الحديث دون المرور على هذه الحادثة التي حصلت في الأمس وكل يوم تحصل في سوريا على مدى 5 سنوات. إن هذا العمل الإجرامي والإرهابي التي قامت به هذه العصابات الإرهابية والبربرية والمصنفة أمريكيا بأنها منظمات معتدلة أو منظمات سلمية وتحارب من أجل الديمقراطية، قد كشفت بالأمس عن وجهها الحقيقي، الوجه الإجرامي، حيث قامت بإعدام بدم بارد وذبح طفل بريء لم يتعدى عمره 12 عاما. هذه هي رسالة إلى المجتمع الدولي وإلى كل من يريد أو كل من يدعم هذه المنظمات الإرهابية. إذا كانت هذه المنظمة التي تسمى
عصابة نور الدين زنكي تصنف على اللائحة الأمريكية منظمة معتدلة، فكيف لنا أن نتحدث عن المنظمات الأخرى، عن جبهة النصرة التي اليوم أيضا أعلنت وتبجحت في أنها أعدمت حوالي 14 أسيرا من الجيش العربي السوري، وأيضا حركة داعش الإرهابية، والتي اليوم أيضا بدأت تكشف عن أي تواصل الأعمال التي بدأت بها من ذبح مواطنين قالت أنهم فرنسيين. كل هذا يدل على حالة واحدة، وهي أن هذه الحركات بدأت تحسب حساب أن نهايتها قد قدمت في سوريا، وأنها الآن تحاول أن تقوم بعمليات إرهابية لتقول أنها ما زالت موجودة على الساحة. وفي حقيقة الأمر أن كل مواقفها في سوريا، أي كل الأعمال التي تقوم بها في سوريا الآن، إنها تعبر عن الطريق المسدود التي وصلت إليه، والآن هي في طور الانحسار، وإن شاء الله يتم القضاء عليها. نعم، أعود إليك دكتور عبد القادر عزوز. الواقع الميداني كما سألتك في بداية هذه الحلقة دائما يوظف سياسيا. اليوم في البارحة، مساء البارحة، كان هناك انطلقت في مدينة جنيف مشاورات روسية أمريكية حول تفعيل الجهود. بدأ المشاورات اليوم، تفعيل الجهود بين موسكو وواشنطن في مواجهة تنظيمي داعش وجبهة النصرة. أريد أن أتحدث، ما الجديد؟ لا أريد كلام في السياسة، أريد بشفافية. أنا كيف أثق بما يجري اليوم بين روسيا وبين أمريكا؟ نعم طبعا أستاذ عبدو، يعني لا شك بأنه الميدان السوري دائما يعني هكذا، يعني أمريكا ببراغماتيتها المبتذلة، كلما الجيش العربي السوري حقق انتصارات وجدنا بأن الورقة السياسية تتقدم. وللأسف لأن حتى الآن الأمريكان لا يؤمنون على الإطلاق بالعملية السياسية، يعني دائما الحرب والقتل والتدمير والفتن كجزء من وراثة قديمة، يعني دائما هي حاضرة يعني في العقلية الغربية. دائما هذا يعني لديه حنين أكثر إلى عملية القتل والتدمير والهيمنة. فبالتالي اليوم تقدم الجيش العربي السوري وكسر قاعدة ممنوع اللعب في حلب، ممنوع الاقتراب من حلب، اليوم غيرت الكثير. وبالتالي اليوم وجدنا بأن أمريكا ذهبت إلى روسيا في إطار أنها تريد أن تبحث عن نوع من تبريد الملفات، نوع من التسوية نسبية، تسوية نسبية في إطار مثلا محاربة تنظيمات إرهابية داعش وجبهة النصرة، في إطار قرار وقف الأعمال القتالية، وفي إعطاء الزخم من جديد للعملية السياسية. اليوم لا شك بأن لدينا ثقة في الروس، هذه الثقة نابعة من أن مصالح الأمن القومي الروسي والأمن الوطني السوري هي واحدة، وهذا أمر طبيعي في العلاقات ما بين الدول عندما تقوم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولا مشكلة عندما يكون للدول مصالح مع بعضها البعض. يعني تغليب لغة المصالح مسألة معتادة ومسألة طبيعية في العلاقات الدولية، ولكن هناك قيم، هناك حد معين من القيم والمبادئ التي لا تحيد عنها الدولة بشكل أساسي. أما براغماتية مبتذلة كما هي موجودة عند أردوغان، عند الساسي الأمريكان، عند الكيان الصهيوني، هذه لا يمكن تبريرها على الإطلاق. يعني هي أصبحت خارج أطر العلاقات، أصبح شعارها كل ما هو نافع فهو مشروع، وهذا مبدأ يضر كثيرا في السياسة كفعل للصالح العام وللخير العام. إذن اليوم يتقدم المشهد في إطار بأن العملية السياسية هناك مقاربات بإعادة دفعها من جديد، إعادة إعطاء الحياة الأكسجين اللازم للدفع من جديد، في إطار أيضا أن يتم نوع من التنسيق. لا شك بأن أمريكا تريد ثمنا لذلك من روسيا، يعني هي لا تقدم هذا الأمر بالمجان، الثمن تريده في إطار أنها تريد أن تبقي على مصالحها في المنطقة بشكل أساسي، وأن تستمر هذه المصالح رغم عدم وجود حضور أمريكي كثيف في المشهد. يعني هكذا تريد أمريكا من الروس، بأنها ولو كانت هي غير حاضرة في إطار أن القوة العسكرية داعمة للسياسة بمنطق دبلوماسية مدافع الأسطول، لكن أن تبقى بشكل أساسي مصالح أمريكا مأمونة في المنطقة، وهذا ما أن تحدث يكون عنه الآمن جون كيري والحامي بإشراف روسي. نعم. وبالتالي هي في إطار انكفاء، في إطار عدم بحث عن نهايات مغلقة،
في إطار بأنها دائما أمريكا تعرف كيف تشعل الفتن ولا تبحث عن إطفائها. نعم دكتور سمير زخروفة تقول بأن الأيام القادمة المقبلة سيتم تفعيل اتصالات بين خبراء روس وأمريكيين بشأن سوريا على الاتجاهين السياسي والعسكري، هذا من جانب. جون كيري يقول على خلفية زيارته الخميس الماضي إلى روسيا ولقائه بوزير الخارجية سيرجي لافروف والرئيس فلاديمير بوتين، يقول في تصريح له بأننا اتفقنا على بعض الأمور وبعض البنود واختلفنا على بعض المصالح اليوم في المنطقة. إذن هي عملية تقاسم للمصالح من جانب، أتحدث من جانب واشنطن. اليوم روسيا كيف تأمن جانب واشنطن؟ وما الذي اليوم يدفع واشنطن لكي تبدأ بالاستدارة قليلا في المنطقة في محاربة الإرهاب؟ بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تتعاطى مع المسألة من قبيل المصالح فقط، من أجل مصالحها فقط، فهي تحاول أن تشتري وتبيع في كل هذه في منطقتنا، في منطقة الشرق الأوسط. أما ما يخص الموقف الروسي، كما نعلم منذ البداية كان موقفا واضحا وصريحا، هو منع التعدي على السيادة والدولة السورية والحفاظ على المصالح الروسية السورية المشتركة. وأيضا الهدف الحقيقي كان للتدخل السعادة العسكرية الروسية للدولة السورية هو الحفاظ على الأمن القومي الروسي، لأن هذه العصابات الإرهابية كانت في حال لو تمكنت من تحقيق أي تقدم أو أي توسع ميداني على الأرض في سوريا، من الممكن أن تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة لها بأن ترسلها إلى أماكن قريبة من روسيا وإلى الجمهوريات القريبة من روسيا من أجل أن تحدث هناك أي مشاكل لروسيا وتلهيها في الداخل، من أجل منع روسيا من مواصلة الحفاظ على مصالحها في الخارج. من هنا روسيا يعني ترفض رفضا قاطعا أي شروط لأي كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دول إقليمية من أجل تهدئة الأوضاع في سوريا أو من أجل البدء في المفاوضات. روسيا موقفها واضح، وهو يجب البدء، إذا كان البدء بالمفاوضات أولا من دون أي شروط مسبقة، وخاصة الشروط التي تفرضها المعارضة ومن ورائها الدول الإقليمية ما يخص السلطة في سوريا، لأن الشعب السوري هو من يقرر مصيره. طيب دكتور سمير، لو سمحت لي بهذه المداخلة، اليوم واشنطن عندما تريد أن تحقق مصالح لها بعد 5 سنوات من عمر هذه الأزمة على سوريا، في المنطقة اليوم التنظيمات الإرهابية تتقهقر، هي المدعومة من قبل واشنطن رأس الحربة، ما هي المصالح اليوم التي أوجدتها ووجدت لها روسيا حل لواشنطن لكي ترضخ لما تريد بأن تنضم إلى التحالف الذي تقوده روسيا في المنطقة بالتعاون مع الجيش العربي السوري وبعض الفصائل المقاومة من أجل محاربة الإرهاب، بإجازة لو سمحت؟ الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل مشروعها العام في منطقة الشرق الأوسط في العراق وفي سوريا بعد الحرب 2006، حاولت الدخول بطريقة أخرى على مسرح الأحداث في منطقة الشرق الأوسط عن طريق ما يسمى بالربيع العربي. من هنا بدأت بدعم المنظمات الإرهابية والمنظمات أيضا الإسلامية على أمل أن تكون هذه المنظمات ألعوبة في يدها، ولكن تبين فيما بعد أن كل الإرهابيين الذين أتي بهم من أوروبا وتحت نظر سمع المخابرات الأمريكية أصبحوا يشكلون عبء وخطر عليهم، لأنهم في حال عودتهم إلى هذه المناطق سيقومون بأعمال إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا. من هنا بدأت هذه الحركات تشكل خطر على كل هذه الدول. من هنا فقط الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تؤمن شيء من يعني القليل من الأمن لأوروبا ولمصالحها. نعم. وصلت الفكرة دكتور سمير. على الحلول الروسية. نعم. ابقى معي لو سمحت دكتور سمير. دكتور عبد القادر، الولايات المتحدة استضافت وزراء دفاع الدول المشاركة في تحالفها المزعوم لمحاربة الإرهاب. ما قاله وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر؟ يقول قمنا بتنسيق الخطوات التالية التي سنتخذها في إطار حملة التحالف والتي بالطبع نمتنع حاليا عن نقاشها، هنا ألف إشارة خط، لكنني أود القول بوضوح أنها ستؤدي إلى فقدان داعش سيطرته على مدينتي الموصل والرقة. يعني أستاذ عبدو، بما أن أوباما منذ البداية أرجح ما بين أنه يريد يعني تطويق داعش
بعد ذلك تطرق إلى في مرحلة أخرى إلى إضعاف داعش بعد حادثة دكتور عبد القادر بإسقاط المساعدات والأسلحة لتنظيم داعش. تمام. ثم بعد ذلك بعد حادثة سان برناردينو بدأ يتحدث عن تدمير داعش. إذن من حيث المبدأ يمكن على الإطلاق، هل يمكن مساومة؟ هل يمكن أن يكون هناك موقف سياسي متدرج من تنظيم إرهابي متطرف؟ يعني داعش لم يتدرج في إرهابه حتى يكون هناك بناء موقف سياسي، أي يحدث الشيء ثم نبني على مقتضاه على الإطلاق، أو بناء الشيء على مقتضاه. الأمر جرى بأن هذا التنظيم منذ البداية هو تقدم وفق صناعة الهالة وصناعة الرعب على وفق بآلية القتل والتدمير. فنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية لم يكن لها موقف واضح، هي أيضا تدرجت بشكل أساسي. إذن هذه الكذبة الأمريكية الكبرى، كذبة الغرب الاستعماري تجاه داعش وتجاه التنظيمات الإرهابية، هي كذبة كبيرة جدا تقف وراءها طبعا خلفية على المستوى الفلسفي وعلى مستوى الاستراتيجية بالنسبة لمدى استثمار الأصولية المتطرفة لمواجهة يعني الحزام الإسلامي الأخضر لمواجهة خطر الشيوعية، ثم بعد ذلك أصبح البحث عن عدو افتراضي جديد وهكذا. يعني دائما الغرب يحتاج إلى عدو افتراضي، يحتاج إلى كذبة كبرى لأي حرب قادمة. فبالتالي اليوم حربه على منطقتنا، احتلاله لمنطقتنا، كان يحتاج إلى كذبة داعش. هل يعقل، يعني هل يوجد عاقل على الإطلاق وفق آلية الاستدلال المنطقي أنه منذ العام 2014 تقود أمريكا تحالف 60 مزعوم من 60 دولة لم يستطيعوا القضاء على تنظيم بالآلاف يعلي الرايات ويتجول في وضح النهار ويعبر الصحراء والبوادي بشكل واضح ولا يتم تطويقه أو استهدافه أو عملية تدميره، والجيش العربي السوري بمساعدة لم تكن يعني مساعدة جوية من الأصدقاء الروس، وجدنا كيف أنه استطاع أن يواجه عشرات التنظيمات الإرهابية خلال هذه الفترة البسيطة. يعني فبالتالي اليوم تتجدد الكذبة الكبرى باجتماع مزعوم لأكثر من 30 دولة ضاربة بالناتو وغيرها لمواجهة تنظيم يتألف من بضعة آلاف على مستوى سوريا والعراق. إذن المسألة هي كما قلت لك هي أضحوكة كبرى، وفي إطار بأن اليوم الكل يعلم بأن كل مسار المعارك في مواجهة داعش، وجدنا بأنه عندما كان يتم عملية إطباق كامل كيف وجدنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية توجه بضرورة أن يكون هناك منفذ آمن لهذا التنظيم لينتقل إلى منطقة أخرى وهكذا، وفق طبعا يعني مسلسل أساسي عنوانه بأن اليوم أمريكا وجدت الأقل تكلفة لتدمير المنطقة والحفاظ على مصالحها. لم تخسر جندي أمريكي، لم تخسر دولارا أمريكيا، وكذلك الكيان الصهيوني. يعني اليوم بن غوريون لو اليوم استفاق وأخبره الكثير بأنه جرى دول مواجهة والجيش العربي السوري جرى عملية استنزاف للدولة السورية ولم يتم خسارة جندي إسرائيلي، فهو من شدة فرحه أؤكد لك أستاذ عبده بأنه يعود إلى إغماءته وموته من جديد. وبالتالي اليوم تحقق الشيء الكثير لهذا. فبالتالي اليوم تبقى المظلة الأمنية الأمريكية حاضرة لأوروبا وللمنطقة، الكل يطالبها بمواجهة داعش، الكل يستجديها لمواجهة داعش باستثناء الجيش العربي. نعم دكتور سمير، سأذكر لك هذه الفقرة وأريد تعليقك على ما سوف أقوله. الطائرات الأمريكية نفذت طلعة جوية في يوم الاثنين 18 من تموز وارتكبت مجزرة دموية بحق أهالي مدينة منبج السورية في شمال حلب، كانت ضحية أكثر من 20 شهيد وكان هناك العشرات جرحى. في اليوم الذي تلا هذه المجزرة الطيران الفرنسي الذي هو مشارك بهذا التحالف الستيني بقيادة واشنطن أيضا يقوم بارتكاب مجزرة ارتكبه الطيران الحربي الفرنسي في قرية طخان الكبرى شمال مدينة منبج، كانت ضحية أكثر من 200 شهيد وأيضا العشرات من الجرحى. أشتون كارتر يقول سنتحقق من صحة هذه العملية وسوف نفعل ما بوسعنا لحماية المدنيين. تعليقك. نعم بالتأكيد هذه العمليات أولا هي قانونا خرقا للسيادة السورية، ثانيا أن هذه العمليات تؤدي إلى قتل المدنيين
لأنها تأتي بعدم التنسيق الذي يجب أن يكون مع الحكومة السورية ومع القيادة الروسية الموجودة في سوريا. من هنا نستطيع أن نقول أن هذه العمليات لن تأتي بأي نتيجة أبدا، لأن كما ذكر ضيفك الكريم أن هناك منذ عامين هذا التحالف يقوم بضربات ضد داعش وضد في العراق وفي سوريا، وعلى العكس بدلا من أن يتحجم داعش يتوسع. من هنا هذا يعتبر فقط إعلاميا، هذه ضربات إعلامية. والآن الشعب السوري إن كان في المناطق التي تحتلها داعش أو في المناطق التي تحت سيطرة المنظمات الأخرى يدفع ثمن هذه السياسة الأمريكية والسياسة الأوروبية التي تفيل بمكيالين. إذن إذا كان عليها أن تتجنب هذه الخسائر وهذه النتائج السلبية التي عليها أن تقوم بالتنسيق مع الحكومة السورية والقيادة الروسية من أجل منع حدوث هكذا، يعني هكذا خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. نعم، سؤالي الأخير لك وبإيجاز دكتور، اليوم عدوك الولايات المتحدة الأمريكية وهذه التنظيمات الإرهابية تفعل ما تريد وتنكل بقتل بسحل للمواطنين وتقوم بخرق لاتفاقيات وقف الأعمال القتالية أتحدث عنها، لا يأبه بأي شيء. إذا كان يعني من باب العيب أن نقول هذا الكلام، تقول لك واشنطن سأتحقق من أن الطيران الأمريكي قام بقصف المدنيين، وسأتحقق إذا كان الطيران الفرنسي قام بقصف المدنيين. نحن ماذا ننتظر؟ الروس حلفائنا ماذا ينتظرون؟ نعم. أستاذ عبدو، أولا أمريكا والغرب الاستعماري هو وريث ثقافة أو يعني قيم البرابرة وقيم التتر، وأردوغان هو جزء من البرابرة، يعني بالتالي هذه الجينات التي هي بالأساس جينات متوارثة جيلا عن جيل وهي لم تعدل وراثيا، يعني بقيت كما هي للأسف. شعارها الأساسي كما كان الإرهابي والقاتل وسياسة الأرض المحروقة تيمور لانك كان يقول إن القوة هي الحق، فبالتالي هذا هو شعار باختصار حتى لا أطيل عليك. شعارهم اليوم القوة هي الحق، فبالتالي هذا ما يقدموه ثقافة البرابرة. ليس لديهم حضارة، يعني البربر رغم سيطرتهم الواسعة هم والتتار، لكنهم لم يتركوا أوابد، لم يتركوا حضارة لا على المستوى المادي ولا على المستوى الثقافي. وهكذا لا يمكن أن نقارن قيم حضارة سورية مجرى ملاحي أساسي في الحضارة الإنسانية وهناك روافد متعددة، لا يمكن على الإطلاق أن يقارن بعادمي وهادمي الحضارة والثقافة. نعم، ضيفي الدكتور عبد القادر عزوز وضيفي أيضا الدكتور سمير أيوب تفضلوا بالبقاء معي لمناقشة الملف الثاني، أشكركم على هذه الإيضاحات في هذا الملف. مشاهدينا، والآن نتحول إلى غرفة الأخبار للاطلاع على أهم المستجدات مع الزميلة علا أبو خضر. مرحبا علا. شكرا لك عبدو، ومرحبا بك وتحية لك ولضيوفك الأكارم. أبدأ أولى أخباري في موجز الحدث لهذا اليوم من فلسطين المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بدعم من شرطة الاحتلال الإسرائيلية. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة قامت بها في عدد من قرى ومدن الضفة الغربية، في حين أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال تجاههم في قرية كفر قليل بنابلس. استشهد شخصان وأصيب 9 آخرون جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة جنوب شرق بغداد. وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية في منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد، وذلك أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة، لافتا إلى أن قوة أمنية هرعت إلى مكان التفجير ونقلت الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فرضت طوقا أمنيا على المكان.
أوقف الأمن العام اللبناني فلسطينيين اثنين لارتباطهما بمجموعات إرهابية في لبنان. وأوضحت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن الموقوفين اعترفا أثناء التحقيق معهما بانتمائهما إلى تنظيم إرهابي، وأنهما كانا على تواصل مع إرهابي فلسطيني آخر كلفهما بأعمال رصد ومراقبة تمهيدا للقيام بعملية أمنية في الداخل اللبناني. ولفت البيان إلى إحالة الإرهابيين الموقوفين بعد انتهاء التحقيق معهما إلى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين. في خبرنا الأخير، اعتقلت الشرطة الفرنسية 9 أشخاص وذلك خلال تجدد الاحتجاجات على وفاة شاب أثناء توقيفه في ضاحية فالدواز شمال باريس. ونقلت رويترز عن مسؤول فرنسي قوله إن عشرات من سكان فالدواز خرجوا لليلة الثانية على التوالي في احتجاجات على مقتل الشاب، وهجموا رجال الشرطة وأضرموا النار في 15 سيارة، مشيرا إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المحتجين وعناصر الشرطة وجرى على إثرها اعتقال 9 أشخاص. كان هذا كل ما لدي من أخبار، عودة إليك عبده. شكرا لك علا. أهلا بكم من جديد. أعلن أردوغان حالة الطوارئ، ذريعة جديدة كي يستكمل انقلابه على كل ما هو دستوري وقانوني في بلاده، هكذا أكدت المعارضة التركية، وهكذا يقول المنطق بعد أن أقدم رئيس نظام أنقرة على زج عشرات الآلاف من أبناء شعبه في السجون، وعزز سلطاته الأمنية وأوقف العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. أدوات استكمال الانقلاب باتت جاهزة، إلا أن التنكيل الوحشي بعناصر وضباط الجيش التركي سيكلف تركيا ثمنا غاليا، كما رأى رئيس أركان الجيش التركي الأسبق. رغم أنها ليست بجديدة على بعض مدن الجنوب التركي، إلا أن حالة الطوارئ تعلن للمرة الأولى في بقية مدن تركيا منذ 14 عاما. انتقادات واسعة من أطياف المعارضة التركية لحالة الطوارئ التي فرضها أردوغان على البلاد، وصفها برلمانيون بأنها نكران للجميلة وقلة وفاء وبمثابة انقلاب على شرعية الدستورية والبرلمان الذي وقف ضد الانقلاب. النائب في حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجا وصف الإعلان بأنه تعليق لكافة القوانين والحريات في البلاد، ويعطي الضوء الأخضر للحكومة باتخاذ قراراتها دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية العليا والبرلمان، وهو أخطر ما في الموضوع. أما حزب الشعوب الديمقراطي وعلى لسان المتحدث باسمه إيهان بلغان فقد وصف الخطوة بأنها تحقيق لأهداف الانقلاب ولكن بطريقة أخرى، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية يستخدم العبارات الرنانة ويتحدث عن الديمقراطية والقانون أمام العالم، لكنه على أرض الواقع يفرض انقلابا على دولة القانون. الانتقادات استمرت لتطال ممارسات الأجهزة الأمنية لنظام أردوغان. رئيس أركان الجيش التركي الأسبق حلمي أوزكوك خرج عن صمته وانتقد بشدة تصرفات المشينة للسلطات الأمنية تجاه أبناء المؤسسة العسكرية من جنود وضباط. أوزكوك وفي أول تصريح له وصف تصرفات السلطات التركية الانتقامية بنشوة سكير، محذرا من الاستمرار في تشويه صورة الجيش وأزرع بذور الحقد والكراهية ضد المؤسسة العسكرية. 3 أشهر من تعليق تام للقانون والدستور كفيلة بأن يستغلها رئيس النظام التركي لتصفية ما تبقى من معارضيه وتمرير ما يريد تمريره من تعديلات دستورية تثبت ديكتاتوريته. مشاهدينا الأكارم، لمناقشة هذا الملف اسمحوا لي أن أرحب مجددا بضيفي في استوديو الحدث الدكتور عبد القادر عزوز، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك مرة ثانية، وأسمح لي أن أرحب بضيفي عبر خدمة سكايب من موسكو الدكتور سمير أيوب عضو المجلس الثقافي الروسي العربي. أهلا بك مرة ثانية دكتور. أبدأ معك دكتور عبد القادر. نعم. وضح لنا ما الذي يجري في تركيا، انقلاب مسرحي؟ نعم. شو عم يصير؟ يعني أولا أستاذ عبدو، السيناريو اللي جرى واللي ممكن كثير من الأخوة المشاهدين
يعلم بأن الغرب لا يريد الخير لتركيا بشكل عام. طبعا عندما يوظف تقويض دولة فيوظف لها خونة من أبناء جلدتها، يعني هم يكونوا أكثر فاعلية، يعني كما جرى استهداف واحتواء الاتحاد السوفيتي من خلال أدوات خيانة من الداخل كذلك الأمر. الذي جرى بأن عوامل الاحتقان الداخلي التركي كلها متوفرة في تركيا على مستوى سياسات اقتصادية تبددت نتائجها من خلال بالونة وفقاعة نمو اقتصادي مزعوم. المواطن التركي في الناحية الاقتصادية أصبح أوضاع المعيشة المستوى العام للأسعار لم يعد يتناسب مع أيضا أجور ودخول المواطنين، خاصة عموم المواطنين في تركيا، نتحدث عن تركيا في الأناضول، في أواسط الأناضول، في جنوب شرق تركيا، في أيضا في الجنوب الغربي، يعني كلها هناك مشاكل. على مستوى أيضا أردوغان غازل البرجوازية الطفيلية بشكل واضح وبشكل معلن. على المستوى الاجتماعي هناك سياسات تمييزية عنصرية مورست تجاه مواطنين أتراك لدواعي عرقية، لدواعي طائفية. الأمر أيضا على المستوى السياسي فيما يتعلق بالشق الدولي، نحن نعلم بأن ما قام به أردوغان من خلال عملية تسعير واضح بكل لجميع الأطراف الدوليين، لم يعد هناك فضاء إقليمي يهيئ لشراكة سواء سياسية أو اقتصادية مواتية لتركيا. إضافة إلى أن على المستوى الاحتقان الداخلي لم يجري في تاريخ الحياة الديمقراطية لأي برلمان في العالم أن يتم رفع الحصانة عن 152 نائب، 29 من حزب العدالة والتنمية. إذن كل عوامل الاحتقان متوفرة. أي ظروف انقلاب العام 1960 عندما جرى الإطاحة بعدنان مندريس كانت هناك أوضاع اقتصادية متردية، أمريكا كانت قد بددت مشروع مارشال ومبدأ ترومان، أصبح هناك ضائقة اقتصادية، بدأ يبحث عن منفذ تجاه موسكو. عدنان مندريس انخرط بشكل كبير في تأجيج الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. إذن ظروف انقلاب عام 1960 و1980 متوفرة في حجم الاستقطاب السياسي الداخلي ما بين تيارات يمينية وتيارات يسارية علمانية. إذن كل هذا المشهد الذي جرى، إما أن يكون هناك أولا المؤسسة العسكرية مؤسسة أمريكية أطلسية بامتياز، إما أن جرى يعني أحد السيناريو التالي أن المؤسسة العسكرية بعض قادتها أرسل رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في إطار ضرورة التحرك، فجرى تجاهل هذا الأمر، ففهم على أنه جزء من موقف أمريكي يتكرر بشكل مستمر بأنه في حال نجحتم فإننا نبارك لكم نجاحكم وانقلابكم. إذن جرى على أنه ضوء أخضر ضمني، يعني كما جرى عملية توريط ما بين صدام حسين والسفيرة الأمريكية جلاسبي عندما قام في عملية العراق الكويت. هذا مشهد. المشهد الآخر، أو جرى أن الإدارة الأمريكية هي من دفعت بشكل أساسي المؤسسة العسكرية للتحرك أثناء الساعات الانقلاب. جرى إعادة أردوغان الذي اعتقد أنه في إطار هامش الحرية ومبدأ تحمل المسؤولية وتقاسم الأعباء بأن له حرية كبيرة، إعادته إلى بيت الطاعة الأمريكي وفق شروط جديدة، وفق تنازلات جديدة. إذن هذا كله عنوان أساسي يمكن أن يشكل مدخلا. يعني هل يمكن أن نقول بأن اليوم أردوغان يشكل إلى حد ما خطر على الولايات المتحدة الأمريكية؟ أتحدث عن مصالح على الإطلاق. أستاذ عبدو، المتفق عليه بأن بداية التحرك أمريكية بامتياز، أي إعاز أمريكي، أو إما أن يأتي توجيه أو أنه تغاضي، يعني غض نظر غض طرف، أو أنه وعندما جرى الإجهاض أيضا جرى إجهاض بمباركة أمريكية. هذا طبعا أمريكا صهيونية عالمية، ماسونية عالمية، كلها اشتركت في ضرورة أن يبقى أردوغان بعد الحصول على ثمن تنازلات كبرى لا أحد يعلمها. لكن اليوم سياسة التطهير التي تمارس لن تشي بأن تركيا مقبلة على مياه هادئة. سأتي إلى هذه السياسة التي تتحدث عنها. نعم. سياسة التطهير والتي لا يمكن أن يتقبلها عقل الآلاف. تم جمعهم بساعات، يعني لو بدنا نجمع أسماءهم فقط على الورق بدك أسابيع. دكتور سمير، هناك من يقول بأن إذا كان هناك خلاف بين أردوغان وبين واشنطن، أن إصرار السلطات التركية على اتهام فتح الله جولين هذا يزيد الهوى بين واشنطن وبين تركيا. لماذا أقدم أردوغان على اتهام فتح الله جولين مباشرة؟
في البداية يعني ما حصل في تركيا كانت حركة تمرد، أما الانقلاب الحقيقي الذي حصل في تركيا هو ردة الفعل التي حصلت على هذه الحركة من قبل أردوغان. أردوغان الآن من أجل أن سلطته في تركيا حتى في داخل حزبه قام بحملة تنظيف واسعة، يعني أنه يتصرف الآن وكأنه الدكتاتور الوحيد في تركيا، من أجل أن يستمد الدعم القومي في تركيا ومن الشعب التركي، فعليه أن يجد عدو من الخارج. في البداية كان قد بدأ عندما بدأت الأزمة مع روسيا حاول تجييش الشعب التركي ضد روسيا، لكنه لم ينجح لأن لم تكن لديه أي وقائع ملموسة على الأرض. الآن يريد أن يقول أن هذا كان انقلاب بدعم أمريكي وبدعم أوروبي وبتحريض منهم من أجل أن يستمد السلطة الشرعية من الشعب. الآن ما يحصل في تركيا بغض النظر إن كان انقلابا حصل أم لم يحصل بدعم أمريكي أم لم يكن دعم أمريكي، ما يقوم به أردوغان الآن في تركيا هو سياسة تنظيف واسعة لكل من يعارض سياسته في تركيا، وخاصة في مؤسسة الجيش، لأننا كما نعلم وكما لوحظ بعد هذا الانقلاب تبين أنه يوجد في تركيا أيضا جيش موازي لقيادة للجيش الشرعي في تركيا، وهم من المخابرات ومن الحرس التابع لحزب أردوغان. من هنا يعني هذه أزمة داخلية حتى الآن روسيا لا تتدخل بها كما تتدخل بها أمريكا، لأن روسيا تزن الوقائع على الأرض من ميزان واقع أنه طيب. هل تتفق معي دكتور سمير لو سمحت لي، زخاروفا بما أنك تطرقت إلى الموقف الروسي، هنا زخاروفا كانت تتحدث بمحور محدد، قالت على الناتو لم يبلغ أنقرة، وهنا تساءلت أين كان الناتو والتي تعتبر دائما تركيا هي حلف بشمال الأطلسي بالتهديد المحتمل الذي كان يتوقع، ومن المفروض أن يكون هناك إبلاغ من حلف الناتو لأنقرة بهذا التهديد الذي حصل، أين كان الناتو بناء على ما تفضلت به زخاروفا؟ يعني هنا الاستغراب في لأن تحرك سلاح الجو التركي بدأ من قاعدة إنجرلي في تركيا، ونحن نعلم أن هذه القاعدة تابعة لحلف الناتو. هنا يمكن القول أن الناتو كان ينتظر إلى ماذا ستتطور الأحداث في تركيا. في حال نجح الانقلاب يمكن أن يدعموه، أما في حال لم فشل الانقلاب فيمكن هنا أن يقولوا أنهم مع الشرعية ومع الانتخابات الديمقراطية التي نعم. أتت بالرئيس أردوغان إلى الحكم. نعم. ولكن من هنا زخاروفا يوجد ضبابية. نعم. لا يوجد ضبابية على ما قالته واستطردت به زخاروفا، لأنها قالت أين كان الناتو، هو كان مشغولا بالتهديد الروسي المزعوم الذي ابتكره هو نفسه وركز عليه. أعود إلى الدكتور عبد القادر، رئيس وزراء النظام التركي يقول سيتم تعليق الاتفاقية الأوروبية اليوم، وخارجية ألمانيا وكندا وزراء الخارجية وهولندا يطالبون تركيا باحترام القانون وأيضا بأن يكون هناك سيادة للقانون تضغي على ما يجري في تركيا. ما كيف يتنطح هؤلاء بأن يطالبوا بسيادة وهو الذي يهدد بوقف الاتفاقيات ويهدد الغرب والدول الأوروبية وكان يلوح بورقة المهجرين هي أقل ورقة؟ طبعا يعني اولا اوروبا تتحمل كل يعني عندما تكون شاهده على تهافت نهجها وعلى نفاقها فهذا امر طبيعي، يعني يداك او كتاك وفك نفخ. لسان حال الاوروبيين في اتجاه المشهد مع تركيا انهم في اطار عمليه تقويض استقرار دول المنطقه انهم اعطوا هامش كبير، وبالتالي لا شك بان هذه السياسه الرعناء وعدم الموزونه لا شك بانها حقيقة خلقت نوع من فارق زلزالي. الأوروبيين بدأوا يشكون بشكل كبير من تركيا من الأوضاع في المنطقة، وذلك بسبب الجار الجغرافي، وهكذا دائما كانت صوابية، هذا ما يؤكد صوابية رؤية السيد الرئيس. طيب هل يكفي الموضوع أن يبقى في إطار الاحتجاجات والتحذير؟ وشتاين ماير يقول ننظر بقلق لتقارير التي تأتي باعتقال الآلاف. أستاذ عبدو، مصير اليوم بأن عندما جرى عملية إجهاض لمحاولة الانقلاب هذا الرهان هذه الخسارة الكبيرة، اليوم نجد بأن أردوغان في إطار انتشاء يعني نشوة، وهي
مختلطة، مشاعر قلق لا يمكن لأحد أن يفهمها أو أن يفسرها خلال الساعات الأولى التي جرت فيها محاولة الانقلاب بشكل أساسي، وما هي الأثمان التي تم دفعها، وإضافة إلى حجم النشوة عندما وجد يعني أنه خرج من عنق الزجاجة، لكنه لم يفهم يعني هذا أحيانا السياسة الرعنة والبارانويا والنرجسية وغيرها التي لا يمكن لك أن تربط ما بين المقدمات والنتائج، لا يمكنك أن تفهم دروس وعبر التاريخ. اليوم لن تقبل أوروبا على الإطلاق، لن يقبل المجتمع حجم التطهير التي يمارس، وليس محبة بالأتراك وليس محبة بشعوب المنطقة، ولكن لأن هذا له تداعيات بشكل أساسي. اليوم هناك أزمة اللجوء وعملية المماحكة وعملية المناكفة الموجودة ما بين أوروبا وما بين تركيا حاضرة. يعني على سبيل المثال في ألمانيا نجد موقف متأزم بشكل كبير، تركيا منعت نواب ألمان أن يزوروا جنود وضباط ألمان في القاعدة الموجودة في أنجرليك الذين يعني ضمن التحالف ضد داعش، ردا على قرار من البرلمان الألماني يتحدث عن فيما يتعلق بإدانته للمجزرة الإبادة الجماعية بحق الأرمن. وجدنا اليوم عملية أيضا مناكفة جرت ما بين تركيا وكاميرون عندما تحدث أردوغان عن جهيته عن أنه سيعيد النظر باتفاقية المبدئية مع الاتحاد الأوروبي في مسألة اللجوء، فوعده كاميرون بأن تركيا ستنضم في العام 3000. هناك إرث ثقافي كبير، إرث من هواجس وعقد ما بين أوروبا وما بين تركيا، فبالتالي أزمة الهوية التركية هي التي تجعلها بشكل مستمر في عملية أنها ضمن ضائعة أو ما يعني نشبهه بأنها رجل ساقيه قدميه ضفه في الشرق، ساق في الشرق وساق في الغرب، وبالتالي هو غير لا يستطيع الحركه. هذه دائما حال تركيا ضمن ازمه الهويه التي تعيشها. نعم دكتور سمير، بعض المحللين يقولون وخاصه الكتاب الغربيون وعلى راسهم روبرت فيسك يقول ان هذا الانقلاب لن يكون الاخير، وهو هذا ما يفسر حملة الاعتقالات الكبيرة التي طالت مفاصل كبيرة في الدولة التركية وبأعداد هائلة جدا، وهي اليوم هذه الحملة تعتبر كخطوة استباقية من الخوف من عملية انقلاب ثانية. بالتأكيد هذه الأخبار لها مكان فيما يحدث في تركيا، لأن الأعمال التي يقوم بها رجب طيب أردوغان ضد مؤسسة الجيش لا يمكن للجيش أن يسكت عنها. إذا كان في هذه الأوقات هم ينتظرون النتائج ويتثمرون من هذه الأعمال. دكتور سمير تتحدث عن الجيش، من تبقى في الجيش اليوم لكي ممكن من المتوقع أن يقوم بانقلاب على ما يريده أردوغان؟ يعني لابد من أن يبقى هناك عدد كبير من الضباط والجيش الذين الآن يعني لو رأينا ماذا فعل حزب أردوغان بالجيش التركي، لقد أهان الجيش التركي، ليس فقط زجهم في السجون واعتقلهم بطريقة مسيئة وإنما بطريقة مهينة. من هنا أعتقد ومن وجهة نظر أيضا الصحافة الروسية هنا هم يحذرون أردوغان والقيادة الروسية تحذر أردوغان من وقف هذه الأعمال التي يقوم بها بطريقة غير قانونية، لأنه لا يمكن من جيش كبير في تركيا، يعني كما نلاحظ كما نعرف في تركيا الجيش التركي هو ثاني أكبر جيش في الحلف الناتو، لا يمكن أن تبقى الأمور على ما هي ويتصرف أردوغان بهذه الطريقة. على أردوغان أوصل نفسه إلى كما تصرف في الأحداث الماضية خارج سوريا مع كل الدول وتسلق إلى أعلى الشجرة ولم يجد من ينزله في النهاية إلا روسيا، والآن رجب طيب أردوغان يقوم بأعمال في تركيا في النهاية يمكن أن تؤدي به إلى الهلاك إذا ما استمر بها، لأن لا يمكن أن يتوقع أحد إلى متى إلى أين ستنتهي الأمور على هذه الحالة. الوضع في تركيا الآن متوتر جيدا كثيرا. نعم أشكرك ضيفي الكريم، كنت معي عبر خدمة سكايب من موسكو الدكتور سمير أيوب عضو المجلس الثقافي الروسي العربي، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات القيمة. دكتور عبد القادر اليوم ننظر إلى ما يجري في تركيا، أتحدث عن أردوغان وأتحدث عن المعارضة، هناك جملة اتفقوا عليها بالمعنى ولكن بالمضمون أريد حضرتك أن تفسرها لنا. أردوغان يقول ما قبل الانقلاب ليس ما بعد الانقلاب، يختلف، والمعارضة تحدثت بنفس النفس.
ولكن الاختلاف بالجوهر. أستاذ عبدو، لا شك بأن قد يكون الانطلاقة القاعدة واحدة، ولكن هناك تعارض في الاتجاه بشكل، يعني هناك نهجين متضادين قد يكونوا اشتركوا في مسألة الموقف من الانقلاب، الموقف مما جرى. ولكن أستاذ عبدو، المشكلة بأن صلف دائما الطاغية والديكتاتور لا يدرك بما يسمى عادة في علم النفس السياسي ظاهرة البوميرانج. البوميرانج هي ظاهرة عندما تشتد بالفعل والقمع والاضطهاد بأن هناك ردة فعل. هذه ردة الفعل هي كلما كان القمع كبيرا توازيها بشكل أساسي، يعني تكون الارتداد أكبر. اليوم صلف هذا الطاغية بشكل أساسي بأنه ما يمارس اليوم مزيد من تصفية ضمن المؤسسة العسكرية، حجم الإقالات، حجم ما هو متوقع بأنه سينهي العقيدة الكمالية بشكل أساسي في الجيش، استفاد من تجربة قضية أرجينيغون في العام 2007 وتغلغل ضمن المؤسسة العسكرية وقام بتصفية، بعد ذلك غازلها ضمن مبدأ أعطوني السلطة أعطيكم القبضة، لكنه بنفس الوقت وازى كخطوة استباقية ما بين قوة الأمن والجندرمة اللي هي الشرطة شبه الريف، يعني في منطقة الريف، وما بين قوات الشرطة وسلحها بتسليح أقرب للجيوش النظامية وفك ارتباطها مع وزارة الدفاع وأتبعها لوزارة الداخلية. يعني هناك خطوات استباقية في إطار بأن هناك مؤسسات عميقة موجودة في تركيا. طيب أين هي المعارضة؟ ليست الكيان الموازي فتح الله جولن. فتح الله جولن عبارة عن شماعة يراد دائما تعليق وتصفية جميع الخصوم تحت مسمى حركة فتح الله جولن. طيب يعني هذه دكتور عبد القادر بإيجاز، أين هي المعارضة؟ المعارضة وخاصة أن ببداية هذا الانقلاب خرجت وقالت نحن لسنا مسؤولين عن هذا الانقلاب، هل هو خوف من بطش هذا الطاغية؟ أعتقد بأن موقف المعارضة كان موقف سياسي براغماتي. أعتقد بأنها يمكن أن يكون يعني في إطار ساعات التسوية، ساعات الأثمان الكبرى، ساعات أنها قد يكون في إطار تحصيل شيء، خاصة وأن قبل ذلك كمال أوغلو تحدث بأن موضوع النظام الرئاسي لن يمر بدون إراق الدماء. وجدنا بأن هناك موقف موحد تجاه انقلاب، لكن هذا الأمر بشكل أساسي هي كقاعدة عندما اشترك ستالين مع الغرب، لكن عندما هناك افتراق لأن لا يوجد نهج واضح، لا يوجد نهج مشترك، المشتركات قليلة في إطار نقاط التباين والاختلاف. وبالتالي أقول لك نعم بأن اليوم المرحلة في إطار التحولات، لكن فيما يتعلق في الملف السوري لا تشك بأن السيولة الحدودية ستبقى مستمرة. اليوم أعتقد بأن الارتداد للداخل سيأخذ تركيا أكثر انشغالا في ملفات داخلية مع موقف حقيقة أوروبي. أعتقد بأنه تجاه تركيا، أعود وأكرر، ليس محبة فينا لكنها في إطار خوفا على مصالحها وأرث تاريخي وثقافي وجملة مورثات هي جزء من ثقافة الأوروبيين تجاه الأتراك. كل هذه العوامل أعتقد بأن في إطار بأن أمريكا ما تزال تريد المنطقة في حالة سيولة إقليمية. أمريكا لا تريد الخير لتركيا عندما اليوم تقوض المؤسسة العسكرية وتقسم المؤسسة العسكرية وتطرح مفهوم بلقنة تركيا بأن تركيا أكبر من أن تكون للأتراك، كلها مؤشرات إلى حجم المخاطر التي تهدد الأمن الإقليمي بشكل عام. والمستفيد الأول والأخير أصبح الكيان الصهيوني، أصبح الكل يتحدث عن أن إسرائيل يجب أن تكون ضمن ترتيبات أمن إقليمي، هي حليف وصديق بحضن في مواجهة الكيان الإسرائيلي ويقف على هذه الأرضية التي يواجه بها واشنطن. لا يسعني أن أشكرك ضيفي الكريم في السد الحداث لهذا اليوم الدكتور عبد القادر عزوز أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ عبدو، شكرا لجميع الأخوة المشاهدين، شكرا لجميع العاملين في الإخبارية السورية. التحية لجيشنا البطل والرحمة على الشهداء. شكرا لك. والآن وقفة سريعة مع أبرز التطورات في العالم. السلطات الفرنسية تعلن إحالة 5 أشخاص يشتبه بدلوعهم في اعتداء نيس إلى القضاء. حداد وطني في مالي وإعادة فرض حالة الطوارئ بعد هجوم نيبالا. اندلاع حريق ضخم غرب العاصمة الروسية موسكو. روسيا ترسل قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى دونباس جنوب شرق أوكرانيا. أمطار غزيرة في الصين تتسبب في مقتل 14 شخصا وفقدان 72 آخرين.
ذاكرة الحدث لهذا اليوم 21 من تموز. في مثل هذا اليوم من عام 1925 انطلاق الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش ضد الاحتلال الفرنسي. في عام 1944 إعدام كلاوس شتوفنبرغ بتهمة التخطيط لاغتيال أدولف هتلر. في عام 1960 انتخاب سيريمافو باندرانايكا رئيسة لوزراء سيرالانكا لتصبح بذلك أول رئيسة وزراء في العالم. في عام 1969 وصول رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ إلى سطح القمر ليكون بذلك أول إنسان يصل إليه. وفي عام 1970 نهاية العمل في السد العالي بعد 11 عاما من بدء البناء. تذكير بالعناوين. الجيش العربي السوري يكبد التنظيمات الإرهابية خسائر فادحة في درعا والقنيطرة ودير الزور. أقسى أنواع الإجرام، أبشع أنواع الإجرام اللي شافته البشرية حتى الآن. الشارع السوري يستنكر الجريمة التي ارتكبها الإرهابيون بحق طفل في مخيم حندرات. وفي ملفات الحدث بدء حالة الطوارئ في تركيا وانتقادات واسعة في أطياف المعارضة خطوة. مشاهدينا، كانت تلك ملفات هذه الحلقة من استوديو الحدث. يمكنكم متابعتنا عبر موقع الإخبارية السورية على شبكة الإنترنت وعلى الفيسبوك. من دمشق نقول نحن من بدأنا التاريخ ونحن من سيوقع خاتمته. لشهداء الوطن كل الرحمة، ولجرحانا الشفاء العاجل، ولحماة الأرض والعرض رجال الجيش العربي السوري، أنتم الشرفاء. هذه تحيات الفريق العامل ومني أنا عبد الزمام. دمتم بخير، إلى اللقاء.